النهارده مشاركه بسيطه ورجاء انها تكون قصيره كمان، تعليق صغير وحنرجع ليه في وسط المشاركه، لكن تعليق صغير محتاج انك ما تفقدوش في وسط المشاركه، فهقوله لوحده كده في الاول. ده زمن رومية 8 في حياتك الشخصية، ده زمن تاخد رومية 8 كده وتاخده من قدام لورا، من ورا لقدام، من العرض تعدي عليه، من فوق لتحت ومن تحت لفوق. حد فاهم حاجة؟ يعني تعدي في كل حاجة في رومية 8. هنعدي عليه احنا كمان شوية، حبة حاجات صغيرة بس. هذا الزمن حيسندك، حيساعدك الإعلان الموجود في رومية 8، مش بس الموجودين اللي بيتفرجوا علينا. الإعلان الموجود في رومية 8 مفتاح للنقلة في رسالة رومية، مليان كنوز متنوعة واحتياج للكنيسة في الزمن ده. هنبص زي ما قلت لكم خلال المشاركة، بس بشجعك وبشجعك في البيت لو أنت بتقراش حاجة معينة أو أنت عايز تضيف حبة زيت على الطبخة بتاعت خلوتك اليومية، أشجعك أنك تبص على رومية 8. ده أول حتة من مشاركة النهاردة، خلصت بسرعة. تاني حتى بالمناسبة، لو أنت ما سمعتش المؤتمر اسمع يوم السبت، لأن ده مربوط برومية 8. بمعنى إيه؟ بمعنى إزاي تعمل إيه مع إصحاح؟ لأن في ناس بتبص لي يعني إيه رومية 8، يعني رومية 8 إصحاح صفحة في وسط الإنجيل. لا لا لا، أنت بتاخد الإنجيل صفحة، بتاخد الإعلان الموجود في الإصحاح وتلتحم بيه لغاية لما الكلمة تصير جسد. القصة إن كتاب مقدس ده مش موجود علشان يبقى عندنا في يعني بناخد خلوتنا فيه بطريقة تقليدية. الكتاب المقدس ده مش عشان يبقى حبر في صفحات بيضة أو الكتاب المقدس ده عشان يصير جسد. لو الكلمة لا تصير جسد ما بقيناش مسيحيين. الكلمة صار جسد من 2000 سنة، لكن مازال الكلمة يصير جسد في جسد يسوع المسيح في الكنيسة، والكلمة تصير جسد فيك. يعقوب قال كده، لو أنتوا سامعين غير عاملين، يعني في كلمة مقروءة أو مسموعة لكن مش متحولة إلى جسدك عايشة، خادعين نفوسكم. فانا عايز افتح مستوى العلاقه، وده زمن لكده في حياه شعب الرب في هذا الزمن، ان الكتاب بيتحول بالاعلان. عشان كده روح الحكمه والاعلان بتحول بالاعلان الى جدران نفسيتك، مش بس روحك، مش حافظ ايات، لا، جدران نفسيتك وجدران شخصيتك بتطلي من جوه بالكلمة، والكلمة تصير جسدا وتملى الهيكل بتاعك. فأنتم هيكل الله، وروح الله مع الكلمة اللي ساكنة فيك بيعملوا معجزة. روح زائد كلمة يساوي خلق. روح ساكن فيك زائد كلمة ملية جدرانك الداخلية يؤدي إلى خلق أمور جديدة. مقاصد الرب ان اولاد الرب بحكمه، مش عايز اقول حكمه جديده، هي حكمه مكنوزه في الكلمه. مجد الله اخفاء الامور، لكن مجد الملوك فحص هذه الامور. يعني مجد اللي بيعرف انك ملك حقيقي انك بتحفر وراء الكنوز الحكمة اللي رب زخرها ليك في ابنه، لأنه مزخر في جميع كنوز الحكمة والمعرفة. يسوع مليان حكمة، بس الحكمة مياه عميقة محتاجة حد ملك ينبش ويلاقيها. مش حد بينبشها لك، لا، روحك بتعطش. تقولي بس أنا مش دارس، أقولك الموضوع مش دراسة، موضوع روحك قدام حضور ربنا بتعطش. فالرب يقوم يطلي، عارفين يطلي دي؟ يدهن جدرانك الداخلية بالحكمة بتاعته، لأن الحكمة روح مش كتب.
الحكمة روح بيطلي. بولس الرسول قال كده في أفسس، أنا بصلي من أجل روح الحكمة، روح الحكمة والإعلان في معرفة يسوع. فيقوم جاي ويدهن الأوضة، الغرف، الهيكل الداخلي بتاعك بالإعلان عن يسوع، فلا ترى، تبص جواك لا ترى إلا يسوع، لأنه دهن الحيطة من جوه، دهن جدرانك الداخلية، فالمشاهد الداخلية اتملت. طب دي بيحصل ده امتى؟ امتى بيدهن جدراننا الداخلية؟ واحنا بنعبد، واحنا رافعين قلوبنا وبصين عليه في البيت او في الاجتماع او في البيت. وانت بتعبد في حاجة بتحصل، في ترانسفورميشن، تحول. فاكرين موسى قعد 40 يوم قدام الرب؟ مش بقولك قعد 40 يوم متواصل قدام الرب، بس في العهد الجديد روح القدس الساكن فيك، قعد قدام الرب تغيرت هيئته، صار الجلد وجهه يلمع. ده صورة العهد القديم عن التجلي بتاع يسوع في الجسد. يسوع في التجلي، أنا بلضم معاكم حبة حاجات. يعني يسوع في التجلي قال كده: سترون ملكوت السماوات آت بقوة، فابتدى يتجلى، وإحنا بنصلي ليأتي ملكوتك بقوة. إذن الكلمة تتجلى فيك، الكلمة تتجلى فيك، إيه رأيك؟ والكلمة دي مليانة نعمة، مليانة دسم، مليانة طيب، مليانة إبراء، مليانة شفاء، مليانة دهن طيب، مليانة قوة. بصوا في الأزمنة دي لما بقعد مع الناس أو بتواصل مع الناس، نشكر ربنا ما عنديش فيسبوك، دي حاجة من نعم الرب على حياتي، إنه معظم الناس الدنيا صعبونها. تعرفوا حد بيقول أرى لكم آية بايخة؟ طبعا هي ما فيش آية بايخة، بس أرى لكم آية بيخ ونعكسها. سفر الأمثال، أمثال 24، أمثال 24، لأنه حننفيها، يعني حنقراها وبقى كناخد نفي عكس، يعني نعمل نفي النفي إثبات. أمثال 24:10: إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. آية كده مختبئة في وسط سفر الأمثال. بالمناسبة سفر الأمثال ده سفر الحكمة، يعني في يوم الضيق لو عملت إيديك كده، عارفين عملت إيديك كده، يعني ارتخيت، بيحصل إيه؟ قوتك بتصغر، بتقل. تعرفوا حد في يوم الضيق بيرتخي؟ كلنا نرفع، كلنا ما نتكسفوش. تعالوا بقى نقلب الآية: إن لم ترتخي في يوم الضيق زادت قوتك. كده الآية بقى حد فهم حاجة؟ ليه؟ لأن لو نفيناها، لو نفينا الجزء ده من الآية، هنغير الجزء تاني من الآية. دي معادلة: لو ارتخيت ضاقت قوتك، إن لم ترتخي يبقى إيه؟ زادت قوتك. طب هو أنا عندي إمكانية إن في يوم الضيق لا أرتخي؟ نعم. خلي بالك ده عهد قديم وبيقول لك حكمة، يعني سفر الأمثال بيقول لك حكمة. في يوم الضيق النفسية البشرية طبعا ما أنا برتخي في يوم الضيق محكوم علي. نو، الآية دي عشان تشجعك، الآية دي مشجعة. أنا قلت آية بايخة بس قلت حنعكسها فتبقى مشجعة. ليه؟ لأنه هناك إمكانية لك ولي في يوم الضيق ألا أرتخي. فنمرة واحد بحفزك: لو لم ترتخي في هذه الأزمنة قوتك هتزيد، هتخرج من هذه الأزمنة بقوة مضاعفة. بالمناسبة ده اللي حاصل مع كثيرين، بالمناسبة ده قصد الرب لكثيرين وقصد الرب للكنيسة. بالمناسبة مقاصد الرب إنه في حاجات حواليك بتحصل، بس في حاجات من خلالك بتحصل.
واللي من خلالك بيحصل ملوش دعوة باللي حواليك بيحصل. تقولي الدنيا فيها أثقال، فيها أحمال، فيها تراكم، حاجات عمالة تتراكم كل يوم، في حاجات عمالة بتترمي عليا، في مواجهات كل يوم. أقولك حلو قوي، بس خلي بالك في وسط كل ده في حتة، في بولس قال كده تراكم عليا كل يوم. بحب قوي التعبير ده، يعني قال أنا في أخطار. تعرفوا حد حاسس إن في خطر؟ تعرفوا حد حاسس إن في أحمال بتترمي عليه؟ بولس قال كل ده حصل وحصل وحصل بس ده في حاجة أتقل. أنا تعجبني المختبئة دي، لأن خطر واضح، في خطر كذا، في خطر كذا، الآن من كذا، في الآن من كذا، الآن من كذا، بس في حتة بقى خبيثة جدا اسمها التراكم. يعني ما تحسش بيها، تترمي عليك بس دي ايه كل يوم حاجه تترمي كده وتسيبها، بعد كده تراكم تاني، بعد كده تراكم. فقال كده والتراكم عليا كل يوم. في يوم الضيق في امكانيه لحضرتك ولحضرتك في الروح الا ترتخي، لان ان لم ترتخي في يوم الضيق ستزداد قوتك. مزمور، انا ما بحكي بقى ازاي لا ترتخي قوتك. مزمور 92، مزمور 92، اوعى تخلي ما يحدث حواليك يحدد ما يحدث من خلالك وفيك. اوعى تخلي، دي جملة كده، اوعى تخلي ما يحدث حواليك يحدد ما يحدث خلالك وفيك. بمعنى حوالين إيليا، عارفين إيليا؟ حوالين إيليا كان إيه؟ كان مجاعة، كان مفيش مطر، لا طل ولا مطر، والمشكلة إنه لا طل ولا مطر وهو السبب. فحوالين إيليا مجاعة، ده لا يحدد ما يحدث جوه إيليا ولا من خلاله. انت جمال. حوالين إليه مجاعة، لكن ما يحدث جوه إليه وما يحدث من خلال إليه قصة تاني. خليني أخذ قصة من إليه وأقول لك، بالمناسبة في الأزمنة الأخيرة قبل مجيء الرب التاني، الرب بيسكب في الكنيسة عشان تعد للمجيء التاني، زي ما روح إليه جاء في يوحنا عشان يعد للمجيء الأول، روح إليا بنسكب على الكنيسة عشان تعد للمجيء الثاني. قبل المجيء الثاني الكنيسة كلها بتتملي بروح إليا. يعني إيه؟ يعني حوالينا هيبقى في حاجة بتحصل، واللي بيحصل حواليك، كورونا، فورونا، تورونا، مرونا، حط بقى أي أونا، ماشي، لا يحدد ما يحدث من خلالك وفيك. مش عشان انت محفوظ ولا متبارك والكلمات الطبطبة دي، نو 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 نو، ده انا بقول لك اكتر من كده، ده انت مش محفوظ ومتبارك، لا، ده انت مؤثر، لان اللي بيحصل من خلالك عكس اللي بيحصل حواليك. لما كل الأرامل جاعت، ده يسوع اللي قال كده في إنجيل لوقا 4، لما كل الأرامل جاعت أرملت صرفت صيدة كوز الزيت وكيلة الدقيق لم تفرغ في بيتها. كل الأرامل جاعوا، بس في حاجة كانت بتحصل من خلال إيليا في الزمن اللي فيه كل حاجة حواليه فيها مجاعة. احنا حولنا الآية؟ نحولنا الآية. أذكرك بالآية بتاعت أمثال، إن لم ترتخي في يوم الضيق تزداد قوتك. أول قصة مع إيليا إنه عند النهر، والنهر بيشرب من النهر والغراب بيوكله، بس تاني قصة كوز الزيت ووكيلة الدقيق، تالت قصة إقامة ابن الأرملة من الموت. ده إيه؟ عمالة بتزداد القوة؟ أنتوا مش هنا قوي، نص نص، هنا نسكوا، هنا ونسكوا في حتة تاني. لما تمشي التلات قصص الموجودين في، أنا مش عايز أفتح ملوك الأول 17، فجأة إليا جاي من عند الرب، حين هو رب لنا واقف أمامه،
ليه؟ لانه ده 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 احنا فتحنا مزمور 92 ما قراش في حاجه مش كده. طب نرجع للامثال اللي احنا كنا فيه، امثال 24. لما تفتح ملوك الاول 17 اللي احنا مش هنفتحه على الشاشه، تجد في فجاه يظهر ايليا. فجاه ايليا تشبي ده ظهر حي هو رب انا واقف قدامه لا يكون طل ولا مطر. خلي بالك الكنيسه في الازمنه دي مثل روح ايليا. يعني ايه؟ في احداث بتحصل حواليها عكس الاحداث اللي هتحصل من خلالها. انا حريص قوي من كلمه من خلالها. وبالمناسبه خليني ازنقك، هتحصل من خلال كل واحد وواحده فيكم. اللي بيحصل حوالينا هيبقى عكس كل حاجه بتحصل من خلالك ومن خلالك. ده احد مفاتيح ان في يوم الضيق لن ترتخي قوتك. هقول لك هي القصه انها جايه من الحضور الالهي، جايه ان روحك بيصدق، بس بيصدق انه في يوم الضيق في الاحداث حواليا انا المعروض ليا ان من خلالي تحصل حاجه عكس. هنبص عليها في مزمور 92 حالا، يعني ما تنشغلش، بس انا حطيت الايه دي علشان احفزك بإيليا. انا مش عايز اطول، انا عايز احطك بس على التراك لمفتاح انا روحي مغتاظه فيه شويه. احساس كده انه الدنيا ها في بعض الدوائر. نو الدنيا مش ها، ما اعرفش كنت موجود المؤتمر تبعتش المؤتمر، في نقله حاصله في الروح، في حاجه بتحصل في الروح، وفي ثمار مختلفه عن السابق. بس انا عايز اشجعك واشجعك، لان الزمن اللي جاي مش واحد ماشي بعصايه قدام. فاكرين من كان في الكورونا ولا قبل الكورونا قلنا القصه دي؟ الموسم بيتغير لجيل مختلف، مش واحد ماشي بالعصايه قدام اسمه موسى، لكن لشعب كله بيعبر، كلهم بيعدوا الاردن، كلهم رجليهم بتعدي الاردن. ف لو جاز التعبير، ما قبل 2020 كان في خدام ممسوحين، ما بعد 2020 مفيش حل إلا شعب كامل ممسوح. مفيش حل. خليني أقول أعيد صياغة الجملة، لأن الجملة أقل من اللي أنا عايز أقوله. ما قبل 2020 كان في خدام ممسوحين. حضراتكم، أنا مش بتكلم على خدام مسكين مايكات، بتكلم على حضراتكم أنتوا خدام ممسوحين. ما بعد 2020 مش خدام ممسوحين، لكن شعب كامل ممسوح ومليان حكمة، عارف يعمل إيه. ودي أحد الحاجات المفتقدة، إنه في حكمة لإبقاء القوة. مش هتملي قوة وبعد تاني يوم أصحى مدروخ. Are you here؟ أنتوا هنا؟ لأن في بعض الأحيان بكتشف في ناس تتملي قوة وجواها وبعد تاني يوم تصحى مدروخة كأنها ابتدت من أول السطر. نو no. الحكمة بتحفظ قوتك، وجاء الوقت أنك تطلب حكمة. إن أعوزت أحدكم حكمة، ده سؤال أنا بقف قدام الرب بقول له أنت بتهرج، ده احنا في عرض الحكمة. مش إن أعوزت، ما فيش حد هنا لا تعوزه حكمة، كلنا. حد قال في يوم، حد من الخدام قال رفع إيديا الاثنين ورجليا كمان، يعني رفع كل حاجة في كياني، بقول أنا ما تعوزني حكمة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا في يوم الضيق لا أريد أن ترتخي قوتي، بل بالعكس أنا أريد كل مفاتيح الحكمة اللي تزود قوتي في يوم الضيق، فلا أرتخي في يوم الضيق فتزداد قوتي. مقاصد الرب، احنا دخلنا في السنة الجزء الثاني من السنة، والجزء الثاني من السنة أنا علقت كم تعليق فيه من أول السنة، مواجهات مختلفة لأنها مربوطة بالأمم. ما زلت مش شاعر إن في كثيرين أدركوا إن وقفتهم من أجل الأمم لازم تتنقل. أوكي، جملة تانية مش عايز احطها دلوقتي، بس احطها دلوقتي. انتوا عارف كمثال، ودي مش سياسه، الجمله اللي جايه دي مش سياسه. انتوا عارفين انه الانتخابات الامريكيه مهمه، موضوعك انت. حبه هزوا راسهم وحبه يعني ايه امريكيه؟
يعني تقول لي موضوعي انا مشكله البيت. انت اول ما قلت في الموضوع ده انتخابات امريكيه مش موضوعي انا. نو 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 نو، ده موضوع بيتك، موضوع شغلك، موضوع له علاقه بفلوسك، موضوع له علاقه بامانك، موضوع له علاقه بمستقبل بلدك، في مستقبلك انت في البلد، موضوع له علاقه بحاجات كثيره جدا. والمواجهه حقيقيه جدا، شريره جدا، قويه جدا، وراها سحره كثير جدا ببساطه. وبالتالي وانا مش بقولك هنقف نحارب من امريكا دلوقتي، ومش بنرفع علم امريكا ونعمل كده، مش بقول كده، بس انا بقول محتاج تدرك ان وقفه روحك مهمه جدا. والقصه مش بقى بنلعب تحت رجلينا في صوابع رجلينا ان في حب التراب تحت رجليا فانا مش مرتاح. نو no. ده في يوم الضيق لن ترتخي قوتك لكل امور الرب. اعدي الكنيسه انها تقف فوق الجبل وتتملي بالصوره وبالاعلان. ايه اللي خلى واحد زي ايليا ده اللي جاي من 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 ورا من ورا الصخره، ما تعرفوش جاي من فين، ده ايليا اللي ظهر فجاه يقف ببساطه قدام الملك، خرج من 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 الصحراء للملك. لن يكون طل ولا مطر الا عند قوله، بقى يطلع عند النهر والملك يقعد يدور عليه فينه. ده في حاجه بتحصل، في نقله بتحصل. رتبه ملكي صادق اللي بتسمعوني بتكلم عنها كتير هي رتبه مربوطه بالملوك والامم والشعوب. انا اسف دخلت في القصه دي بس عشان اصحصحك وارجع مره تاني. مزمور 92. طيب مزمور 92، مزمور 92 ده بيتكلم عن مفاتيح في القوه صغيرة. وإن كان ده مش موضوع أنا بحكي معاكم، زي قلت لك النهاردة أنا خرجت بره مقاصد الرب في هذا الزمن. الكنيسة تقوى، مقاصد الرب الكنيسة العربية أنها تقف بإيمان فوق الجبل وتتملي زيت، مقاصد الرب أن الكنيسة العربية تتنفض من كل تراب بترمي عليها، من كل شكاية بتترمي عليها، وتدرس مش تدرس، تشرب رمية 8، ورمية 8 يبقى جزء من هويتها، جزء من كيانها، وتقف من أجل المنطقة بتاعتنا. مزمور 92 تنصب عدد 10، مثل البقر الوحشي قرني تدهنت بزيت طري. يعني القوة تزداد كالبقر الوحشي والزيت الفريش ينسكب على حياتك. الصديق عدد 12، كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو. ده مش واحد تضيق قوته، ده كالنخلة وكالأرز. إيه المفتاح؟ آية 13، مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يظهرون. هو ده المفتاح، مغروسين في بيت الرب. في العهد الجديد تقول احنا مغروسين في بيت الرب في العهد الجديد، وبيته ايه؟ نحن. يعني ايه؟ يعني اول ما بتفتح قلبك من كل لحظة، اول ما بتفتح قلبك انه يتفتح ابوابك، تتفتح على البيت اللي هو جواك، ابواب قلبك تتفتح على الحضور الجاهز ليك. بالمناسبة نروحها. طيب رومية 8، انتوا هنا رومية 8 تقدر لو انت هتبقى جاد في تبعيتك للمشاركة البسيطة اللي انا بقول لك كده، ادرس رومية 8. ممكن تقسم رومية 8 تقسيمات كتيرة جدا. انا بالنسبة لي احد الحاجات مقسمه ثلاث حتت لرومية 8. الجزء الاخير منه في رومية 8 آية 31، من اول 31، رومية 8 من اول 31. رومية 8 عبارة عن 39 آية، بس محتاج تقسمه وتدرس وتطلع منه مواضيع. ما اعرفش عنك انت مشخبط في انجيلك ولا لا في رومية 8. انا مشخبط في انجيلي ومشخبط في الكمبيوتر ومشخبط في حتت كثيره، ومطلع ورق ومطلع سهام، وهنا الايه دي بتاخدك لموضوع والايه دي بتاخدك لموضوع. ليه؟ لان رومية 8 ده كنز. انا بعمل دعايه لرومية 8 بعمل دعايه ليه؟ علشان عايز افتح شهيتك في البيت وهنا، انك تروح النهارده او تروح بكره او في الويك اند جمعه والسبت وتفتح رومية 8. بس من فضلك ما تقراهوش، من فضلك ما تقراهوش، من فضلك جيب ورقه وقلم وشخبط، من فضلك ادهن جدران قلبك برومية 8. عارفين اللي يحطوا يعلقوا كده، الشباب اللي علق ورق في الحيطه عنده في الاوضه، علق رومية 8 في جدرانك الداخليه. فمن 31 للآخر أنا بالنسبة لي ده موضوع. إيه الموضوع؟
أول آيتين ماذا نقول؟ ماذا نقول لهذا؟ زي ما يكون بولس بيختم، فماذا نقول؟ عدنا نقول 30 جملة، ففي الآخر فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ لم يشفق على ابنه، بذله لأجلنا أجمعين، كيف إيه؟ كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ إيه ده بيهبنا كل شيء؟ لما ادانا ابنه كيف لا يهبنا مع ابنه أو في ابنه كل شيء؟ وبعدين يقولك إيه؟ من سيشتكي؟ من سيدين؟ من سيفصلنا؟ يعني ما فيش حاجة تقدر تقف قدام إن الرب يهبك كل شيء. حد فهم حاجة؟ أنا كده خلصت من 31-39 ببساطة. أنا بالنسبة لي دولة شقف على بعض ومطلع وعامل دواير ومطلع أسهم ومعامل كده هو ليه؟ لأنه القصة دي على بعضها بيقول إيه؟ إن كان الرب معنا فمن علينا؟ إدانا ابنه كيف لا يهبنا مع ابنه كل شيء؟ احتياطي لو دماغك فيها صراصير، هو اللي بيقول مش أنا اللي بقول، لو دماغك فيها صراصير وجواها شكاية من سيشتكي؟ جواك دينونة من سيدي؟ جواك إن ربنا مش حاسس بيك من سيفصلك؟ ومن سيفصلك دي بقى ده يا عمي ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا موت ولا حياة ولا علو ولا عمق ولا حتى خليقة أخرى. تؤمن باليو اف او؟ تؤمن بالكائنات الفضائية؟ ولا دولة يستطيعون أن يفصلوك؟ أنتوا هنا عن إن الرب الذي لك فمن عليك؟ كيف لا يهبك معه كل شيء؟ فمن سيشتكي عليك؟ من سيدينك ومن سيفصلك؟ ففي أي لحظة أنت في ديار الرب، مغروسين في بيت الرب، من سيفصلك؟ ده اللي فتح معايا رومية 8 دلوقتي، مغروسين في بيت الرب، لأن من يفصلني؟ من يشتكي؟ من يدين؟ ودي تبصم عليها، يعني تمضي عليها من كلمة الرب بالروح القدس وبدم يسوع المسيح. يعني تروح البنك، تروح البنك بيها في أماكن قدام، بدل ما سابوا لكم الأماكن قدام علشان أوكي. وبالتالي مغروسين في بيت الرب يثمرون في الشيبة ويكونوا دساما وخضرا. خلي بالك أنا متحرك من فين؟ من إن ارتخيت في يوم الضيق، إن لم أرتخي في يوم الضيق، إن صدقت إن القصة مين يطلع السماء يجيب لي تحب التشجيع، ولا مين ينزل الأرض يغير لي حاجة في الأرض. القصة ولا الأرض بتتغير بالعيان، ولا مين يطلع السماء يجيبها لك. القصة مش ما يحدث حواليك، من ما يحدث من خلالك. وما يحدث من خلالك ده لأنك أنت مغروس في بيت الرب، بيحدث فكوز الزيت، كلة الدقيق، الوالد اللي بيموت، اللي بترفع إيدك فوق الجبل فبتنزل نار، بتنزل مطر. ده إلي، ده 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 ستايل إلي، ده لايف ستايل إلي. فين؟ في وسط الضيق، فالضيق فرصة لكي تزداد قوتك. انتم جمال، ده خبر مشجع بالمناسبة. أنا عارف إنه البعض مش مشجع، بس ده خبر مشجع. الضيق، أوكي، بقول هذا المثل كتير، بعضكم ممكن سمعني بقوله قبل كده. في الملاكمين عندهم كيس رمل قبيح برا، يحطوه في الـ في الـ في البدرون عندهم، أو في يروحوا الجيم. إيه هدف هذا الكيس القبيح الأسود؟ إيه هدفه؟ إنه يضرب. هدفه انه يتضرب، فهو موجود، هو قبيح بس هو موجود عشان يتضرب. دي آية، تقول دي آية، اقولك دي آية. قال كده في روميا برضو، بس مش روميا 8، قال لفرعون لهذا اقمتك لكي اظهر قوتي فيك. فانت كيس الرمل، اقف كده تتضرب ضربة اولى، ضربة تانية، 10 ضربات. حد فهم حاجة؟ ايه حد؟ انتوا مش مصدقين؟ دي الآية. قال انا بضرب فيك بوكس، انت بوكس، انت كيس الرمل اللي بتضرب فيك لليوم الضيق. الحاجة التقيلة دي موجودة عشان تزداد فيها قوتك. فكيس الرمل ده بيطلع عضلات للملاكم، هدفه انه يتضرب علشان الملاكم تزداد عضلاته.
لهذا أقمتك يا فرعون لكي أظهر قوتي فيك. طب القوة دي أظهرت من خلال إيه؟ دي قوة الرب، بس أظهرت من خلال موسى في العهد الجديد، من خلال شعب كامل، مش من خلال واحد ماسك عصاية قدام. طب إيه اللي حاصل حوالين موسى؟ ده المية بقت دم، ده الحيوانات كلها ماتت، ده في جراد في كل حتة. تخيلوا تخيلوا لو في جراد في كل حتة في مصر النهاردة، هتلاقوا حد من المؤمنين اف انا زهقت من الجراد، ولا هتلاقوا المؤمنين بيقولوا تحبوا نوقف الجراد او نطلع لاهوت اله الجراد؟ وان ربنا بيحب الجراد، ويوحنا كان بياكل جراد. موسى دخل لفرعون قال له تحب امتى اصلي عشان يوقف الجراد؟ والذكي فرعون يقول له بكره. طب نقول له دلوقتي، بس دي طبيعه مصريه، ما يتوقعش المعجزه دلوقتي، ان شاء الله بعدين اي حاجه هصلي، بس مش هيحصل حاجه فبعدين. فواقف قدام موسى، واقف قدام فرعون بيقول له تحب امتى اصلي؟ قل لي امتى اصلي عشان يوقف الجراد؟ ده موقف الكنيسه في الزمن اللي جاي. إن ارتخيت في يوم الضيق، لكن إن لم ترتخي في يوم الضيق تزداد قوتك. إيه؟ مغروسين في بيت الرب. مغروسين في بيت الرب دي من سيفصلك؟ ليه؟ لأنه لم يشفق على ابنه. إن كان الرب معك فمن عليك؟ لم يشفق على ابنه، إداك ابنه، مش هديك مع ابنه كل شيء. بالمناسبة لو في دماغك في صراصير، من سيشتكي عليك؟ من سيدينك؟ من سيفصلك؟ ولا خليقة أخرى، ولا خطر، ولا سيف، ولا أمور ملائكية، ولا رؤساء، ولا قوات، ولا أمور حاضرة، ولا مستقبلة، ولا عليه، ولا هم. كلكم عارفين إيه؟ تستطيع أن تفصلك. تعالوا نرجع لمزمور 92. بالمناسبة برضو في الزمن ده مهم قوي. وانت اوكي في مزمور 92، حطي مزمور 92. انا زي ما قلت لك انا بحكي مشاركة تلقائية النهاردة. مزمور 92: الصديق النخلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون، يثمرون في الشيبة، يكرون دساما وخضرا. دول مش ناس بترتخي في يوم الضيق، دي ناس بتتدهن بزيت طري. فتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. لما بتقف في بيت الرب في حاجة جميلة بتحصل، دي شعرتها وأنا داخل حقيقة، وأنا معدي كده شعرت بالمعنى ده، وقام ربنا قايل للشاهد اللي هفتحه معاك دلوقتي، بس هو من العهد القديم بس محتاج تفهمه بروح العهد الجديد. لما بتقف قدام الرب في الروح، أنت بتقف الروح اللي ساكن فيك ده روح أبدي والرب أبدي، فعندك إمكانية وأنت واقف دلوقتي إنك تحسم ماضي وحاضر ومستقبل. محتاج اطمن انك فاهم اللي انا بقوله، لانك واقف قدام الرب عندك امكانيه من غير ما تبص لورا، لا تنظر لورا، اذكروا امراه لوط، من غير ما تقعد تتامل في الماضي، عندك امكانيه وانت باصص لقدام انك تحسم اللي ورا ظهرك دلوقتي واللي جاي. هذه الإمكانية ما أعرفش عنك، بس بالنسبة لي أنا غالية جدا، ومرات ورا مرات ربنا يذكرني بيها إن أعملها لنفسي. وأنا داخل شعرت إن البعض هنا محتاج يعملها، ويمكن على النت. عمليا يعني إيه؟ في بعض أحيان بنمر بمواجهات تبقى أتقل
من اللي حاصل حوالينا، لأن في جذور موجودة فينا من زمان. في بعض أحيان محتاجين نطلب افتداء الرب على بؤر قديمة في الماضي. أقول لكم أنا بعمل إيه؟ أنا بقف قدام الرب أقول يا رب، لما بيبقى في مواجهة وحاسس إنها تقيلة، ليه تقيلة دي؟ أنا مش عايز يكون العدو الخير حق إنه يتقل الحرب على حياتي. ده أنا واضح إن بعضكم بيقول هو ماله ده. فبعمل إيه؟ بقف قدام الرب، بالذات لما الرب يشاور لي على النقطة دي يقول لي ارجع نادر اعمل كده. على كل نقط قديمة ممكن يكون ليها علاقة بالموضوع اللي أنا بمر بيه، وممكن ما بقاش ليها علاقة. فبقف افتدي كل حاجة في ماضية بتؤثر النهاردة في الحاضر أو في اللي جاي، وتدي حق الإبليس. صدقني لو عملت ده في الروح قدام الرب هناك تأثيرات غير عادية على مستقبلك. صدقني أنا هشرح لكم أكتر. صميل التاني هي قسم العهد القديم، فبتنطبق بطريقة مختلفة في المسيح يسوع، بس بتوصل لك الصورة. صميل التاني صح 21: كان جوع في أيام داود 3 سنين سنة بعد سنة، فطلب داود وجه الرب. ده مش طبيعي، ليه يحصل جوع 3 سنين؟ خلي بالك ده في العهد القديم. فقال الرب: هو لأجل شاول ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الجبعونيين. يعني حاجة قديمة حصلت يمكن أنت مش مدركها، مش داود اللي عملها. خلي بالك برضه في العهد القديم، فداود بيمر بثلاث سنين مجاعة، فقام وقف قدام الرب. ليه يا رب؟ فقال له: بص، في حاجة في التاريخ بتاعكم كشعب، وبرضه ده عهد قديم، أنت مش محتاج تعمل زي كده، بس هشاور لك من غلطي حالا. فما الرب قال له إيه؟ لأن شاول قتل الجبعونيين، فمضطر داود يعمل حاجة عملية ليفتدي ما صنعه شاول بطريقة عملية بطريقة العهد القديم. أوكي؟ تعال نروح للعهد الجديد، بس أنا جبت لك القصة عشان أوريك صورة أو قصة مثال. عهد جديد، غلاطية 6 آية، يعني رسالة غلاطية إصحاح 6 آية 7، غلاطية 6:7: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. من يزرع لجسده، خلي بالك دي قوانين فوق قوانين، من يزرع لجسده يحصد، فمن الجسد يحصد فساد، من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. أوكي، في حاجتين هنا، الآية دي خلينا حطناها كده، في حاجتين أقول لكم برضو تتعاملوا مع الآية دي إزاي. لأن الكتاب المقدس فيه layers من الحق. تقول يعني إيه layers من الحق؟ أقول لك يعني في حق، وفي حق يرتفع فوق الحق، وفي حق يرتفع فوق الحق كمان، هقول لك إزاي حالا. الحق اللي في الآية دي: كل زراعة لها حصاد. لما بتزرع في الروح بتحصد حياة أبدية، بس لما بتزرع في الجسد بيطلع فساد. حلو قوي. أي موقف حصل فيه زراعة في الجسد بيحصل له حصاد في حياتي النهاردة. فأنا بحتاج من غير ما أرجع، من غير ما أقعد أتأمل، من غير من سيشتكي من سيدين، فاكرين؟ بأرجع أقول يا رب افتدي كل زراعة حصلت في حياتي عن قصد أو عن غير قصد، عن إدراك أو عن غير إدراك، افتدي كل حاجة في يوم زرعتها النهاردة بحصد منها أي نوع من أنواع الفساد في حياتي، في بيتي، في شغلي، في ولادي، في أرضي. مهم جدا لما بتقف في جبل الرب إنك تغسل الخط الزمني بتاعك، ماضي حاضر، وتغطي المستقبل كمان. أوكي؟ احتياطي إيه اللي بيحصل لما بتعمل كده؟ افتدي يا رب. الرب بيعيد
استرداد شكل الحياة كأن ما حصلش زراعة لحاجات الجسد. بيعيد تركيبة شكل حياتك في الحاضر وفي المستقبل كأن ما حصلش بؤرة فساد في الماضي. فأنت مش محتاج ترجع تتدور وتقعد تتأمل في الفساد. أنت يسوع في ظهرك واقف كده بصليب، وكل ما تدور وشك يقولك اعدل وشك. الصليب في ظهرك كل لحظة بيزقك لقدام. انتم جمال، حولها مرة تاني. الصليب في ظهرك في كل لحظة بيزقك لقدام، وكل ما تدور وشك اعدل وشك. تدور وشك ناحية اعدل وشك ليه؟ الصليب افتدى. افتدى يعني ايه؟ يعني وقف حاجة، وقف وقف صلاحية نفسيتك انها ترجع لورا. في صلاحية لروحك انها تغطي ماضيك، لكن مفيش صلاحية لنفسيتك انها ترجع لورا. لو نفسيتك رجعت لورا بتبقى عمود ملح، اذكروا امرأة لوط. فعشان كده اللي مشاعره بترجع لورا ويتذكر خزي بيتخشب. اللي مواضيع في المشاعر قديمة ويرجع يتذكرها بيتخشب. فالصليب في ظهرك كل لحظة بزقك لقدام، ممنوع انك تبص لورا. روحك عندها الإمكانية مش انها ترجع تبص لورا، انها تغطي الماضي بالروح القدس بالفدا بتاع الرب. فيأتي رب ويفتدي كل زراعة حصلت في الماضي، فيعيد تركيب النهاردة والمستقبل اللي جاي، لأنه لغى زراعات اتحطت جوه الخط الزمني بتاع حياتك. أوكي. الآية من يزرع يحصد، تمام؟ ففيها السلبي وفيها الإيجابي. طب هل في قانون؟ هل في قانون فوق الآية دي كمان؟ يس. تقول هو في آية فوق الآية؟ أقول لك في قوانين في الروح القدس أعلى. قوانين النعمة دايماً أعلى من قوانين الناموس، قوانين المحبة أعلى دايماً من قوانين الناموس، وهكذا. عشان كده بنات صلفحات غيروا كلمة الرب. عارفين بنات صلفحات؟ أوكي، دي مشاركة قديمة خالص. وبالتالي برغم انها كانت كلمه الرب، بس بنات صلفحات غيروا لانهم دخلوا على قانون اعلى من قانون. في ايه في العهد الجديد يعقوب بحبها جدا، كلكم عارفين بحبها لان انا بذكرها كتير، الرحمه تفتخر على الحكم. ففي حكم، كل زراع من يزرع يحصد، ده حكم. الايات دي حكم، دي مش ناموس، ده عهد جديد، بس ده حكم. بس في رحمه تفتخر على هذا الحكم حتى. فمش بس بقول له افتدي ماضية حاضري مستقبلي بدم العهد، انا بقول له رحمتك تغطي التايم لاين كله، لان رحمتك تفتخر على كل احكام ابليس بيتصور انه ليه حق في حياتي الحاضره او اللي جايه، ولا على حياه بيتي ولا على حياه اي حاجه في نفسي. حد فاهم حاجه؟ مهم جدا، لان ده بيحفظ قوتك. داود ماشي والمملكة ماشية، وفجأة مجاعة، ايه ثلاث سنين، ايه يا رب في ايه؟ قالوا بص في حاجة، في حاجة في التاريخ، فاضطر داود يعملها. ببساطة لما رب يشغلك، او انا انشغلت ان في البعض موجودين محتاجين هذا الـ هذا الـ هذا المفتاح. فأشجعك لو انت حسيت ان ده بيلمس جواك انك تتعامل معه. تعالوا نروح لرومية 8 عشان نختم. انتوا لسه هنا؟ انا عارف انكم بالجسد هنا، لكن انا بسأل على باقي اجزاء حياتكم. رومية 8 من آية 1 لآية 17 عنوان لوحده، ممكن تسميه الحياة في الروح. الحياة في الروح، بصوا عنوان كبير وتحس انه محتاج مثلا كتاب او مراجع. الحياة في الروح سهلة قوي، الحياة في الروح سهلة قوي. بعضكم مش مصدقني الحياة في الروح، اول ما الاقي وش مش مصدقني بكرر. ف لو مش عايزني اكرر ابتسم في وشي، فكلهم ابتسموا. الحياة في الروح سهلة قوي. تقول لي سهله ازاي؟ اقول لك
اشرح لك قصدي. الحياه في الروح مش حاله بتوصل لها لما تبقى كويس. الحياه في الروح حاله انت محتاجها وانت وحش. فالحياه في الروح ما هياش يعني ده الشخص ده في الروح يجنن. نو حبيبي، الحاله في الروح ده، الحياه في الروح ده المفتاح اللي بيساعدك وانت مش في حاله كويسه. اوكي، فاول حاجه الحياه في الروح معروضه لكل حد فينا وهو مش في حاله كويسه. طب طالما هي بقى ليا وانا فارش في اعماق الهاويه، ايه بقى الحياه في الروح؟ الحياه في الروح ان قلبك عينيه تترفع من ضعفك ومن حالتك وتبص لوجهه. سهم كده يؤدي الى الحياه في الروح. لو عينين قلبك اترفعت من ضعفك من حالتك من واتيفر من العيان من الظروف واترفعت لوجه يسوع وفضلت متثبته هناك، انت فتحت المجال للحظات في الروح. لو عجبتك هذه اللحظات فطولتها زياده، كلت طعم حلو فطولت زياده، دقت طعم الايس كريم فطلبت ايس كريم زياده. لو عينين قلبك ثبتت على وجهه وسبت نفسك، خرجت بره ضعفك حالتك، وهو هو دي التوبه بالمناسبه، هو رجوع كيانك رجوع افكارك رجوع قلبك الى وجه الاب، ولان في طعم حلو مليان نعمه بتثبت نفسك بتوقف نفسك هنا، فبتفتح نفسك لكلمه الرب لدهن نازل من عند الرب لحاجه اسمها الحياه في الروح. كتاب مقدس يقول كده، رومية 8 الجزء الأولاني يقول السالكين بالروح حسب الروح ناموس روح الحياة أعتقني. يقول لك إيه؟ اهتمام الروح حياة. أنا بقرأ لك الجزء، يعني ببص لك على الجزء الأولاني. الحياة، بصوا اهتمام الروح دي ما أعرفش عنك بس أنا زمان لو كنت أقراها يعني الحاجات اللي الروح مهتم بيها. هو مش بيقول كده، هو بيقول إنك إن ذهنك يهتم بالروح بيطلق حياة، مش ان الروح مهتم بايه بيطلق حياة. دي بعد شوية. اهتمام الروح حياة، اهتمام الجسد موت. ده رومية 8. يعني لو كل ذهنك بيفكر في الجسد تقولي يعني بيفكر في الشهوات، قولي نو، بيفكر انك ضعيف، بيفكر في ظروفك، بيفكر في احتياجاتك، بيفكر في انت كده بتعيش في الجسد. لو انت ذهنك وقلبك وصورك الداخليه بص لي انت كده بتسلك في الروح. ان سلكتم في الروح فلن تكملوا شهوه الجسد، دي في غلطيه. ان سلكتم في الروح ده 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 حياه، ده سلام، ده بيعتقك من قوه الجبريه بتاع الخطيه والموت. ده السالكين حسب الروح يحصل معهم ايه؟ ده بقى انا بمشي في رومية 8. إن كنتم بالروح بتعيشوا فبيحصل إيه؟ موت لأعمال الجسد. يعني ما كنتش عايز أخش في الروح والجسد قوي. إن عشتم حسب الجسد ستموتون، إن كنتم بالروح تموتون أعمال الجسد فستحيون. الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله. إيه اللي بيقوله في رومية 8؟ ببساطة قصة مش بس روح وجسد. لو أنت كل الصور الداخلية بتاعتك بص على العيان بيحصل موت. لو اهتمامك حاصل في الروح بيحصل حياة. هنا الذين ينقضون بروح الله هنا يرثون كل أمور عند الرب، هنا المواريث. من 1 لـ17 القصة كلها خلي اهتمام فكرك أفكارك أحلامك كلامك، مروح النهاردة، مروح في العربية، مروح في مواصلة، مجرد بدل ما تقعد تفكر خلي بس إنه طيب، مجرد فكرة جواك. ده اهتمام الروح، إنه قلبك يفكر إن الرب طيب ليك، قلبك يفكر إنه صالح إنه أمين. عندك شغل بكرة في شغل الخميس اللي فات كان أجازة. عندك شغل بكرة،
انت تتقدمني بكره وتشوف كده الرب نازل معاك من الصبحيه فتقول له طب انا بصحى مدروخ، بصحى كاني ما حضرتش اجتماع امبارح، انا عايزك تملاني من اول لحظه. ده انت مروح في المواصلات دلوقتي، ده اهتمام الروح، ان قلبك بيهتم بامور الروح، اطلبه ما فوق حيث المسيح جالس. ايه اللي بيحصل؟ بيفتح الروح القدس، بيفتح طاقاته انها تنسكب على حياتك فتبقى وارث. هنا ايه القصه في كل ده؟ في يوم الضيق لن تخور فتزداد قوتك. كده انت مغروس في بيت الرب. ليه؟ لان ذهنك ومشاعرك مهتميه بفوق. دي الحياه في الروح. بس احنا عندنا مشكله في البيت. ارفع عينك وثبت عينك فوق. طب والمشكله؟ الحياة في الروح هتتعامل معها، ناموس روح الحياة هيعتقك من اللي حاصل من الفساد والموت اللي حاصل في الأرض. طب بس أنا متراكم عليا، أنت قلت كلمة موقف أنا عندها، التراكم عليا كل يوم، هي دي مشكلتي. حلو قوي، ارفع عينك من مشكلتك دي. لأن بولس ما عادش بيمصمص شفايفه يقول شايف التراكم عليا كل يوم، لا بيقول لك بص ده كان بيحصل بس أنا طول الوقت، ده يقول لك أيسنا من الحياة لكن في حاجة بتحصل فينا، روح القيامة. عارفين كده؟ في حاجة بتحصل فيك اسمها روح القيامة، اهتمام الروح مليان حياة. فمن 1-17 بولس في رومية 8 فجأة بيقول لك مفتاح النهضة ولا حاجة، الحياة في الروح، اهتم بأمور الروح هتورث. فضلت الحتة الوسطانية دي، أنا بقسم لكم التقسيم اللي أنا من 18-30. من 18-30 اللي هي الآية اللي أخويا فرح بها كده وقال لي استعلان أبناء الله الخليقة، وده هختم بالموضوع، الخليقة منتظرة استعلان أبناء الله. ده الجزء اللب رومية 8، الخليقة منتظرة الكنيسة، العالم العربي منتظر الكنيسة العربية، والمفتاح لما ادانا ابنه إن كان الله معنا فمن علينا؟ من سيشتكي؟ من سيدين؟ من سيفصل؟ عايز يعيش في الروح؟ بسيطة جدا، اهتمام الروح بيطلق حياة على حياتك، فبيطلق مواريث، تنقاد بالروح، ده الطبيعي بتاعك. اشرب من الروح، اتغرس في بيت الرب. ايه المفتاح؟ عينين قلبك بس على حاجة واحدة بس، ما تكونش عينيك مقسومة. إيه بقى اللب بتاع رومية 8؟ الخليقة كلها منتظرة إن الغطاء اللي عليك يترفع. بالمناسبة كلمة استعلان يعني حاجة بتترفع فتشوف اللي وراها، كلمة في المعجم حاجة بتترفع فتشوف اللي تحتيها. كلمة استعلان يعني حاجة موجودة متغطية فبتتكشف فبتستعلن. أتاري ولاد الرب موجودين بس متغطيين، أول ما بيتكشفوا الخليقة بدون. الخليقة منتظرة استعلان أبناء الله. المنطقة بتاعتنا منتظرة إن الكنيسة تقف وتقول إحنا واقفين فوق الجبل، بنتملي نور، بنتملي بالروح القدس، أغصان مغروسة في بيت الرب، تدهنت بزيت طري، كأسي ريا، كالغروس النامية في شبيبتنا بناتنا فيقول لك إذا عدد 28 هقرأ لك حبة آيات من رومية 8 ونختم. رومية 8 آية 19، انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. آية 21 من غير ما نفتحها، الخليقة كمان. آية 22، كل الخليقة تأن. نط معايا لآية 28، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الرب المدعوين حسب قصد. حط ده في الصورة، لأن بناخد الآية دي لوحدها، حط ده في الصورة. عيش في الروح، إن كان الرب معك فمن عليك، لأنه من يفصلك؟ هو ادك ابنه، ادك كل حاجة. الخليقة بقى منتظرة دولة، كل حاجة منتظرة دولة، فكل حاجة هتتحط في مكانها، كل أشياء تعمل معا للذين يحبون الرب. بالنسبة لي الآية دي يعني إيه؟
الآية دي يعني لما أنا بقف أعبد قدام الرب كل حاجة في حياتي بتتحط في مكانها عشان مجموع كل الحاجات دي يحصل للخير. لكن لو مش واقف لنفسي، واقف للبلد، واقف لشغل، واقف لأسرة، لما بقف قدام الرب كل الأشياء معا تحصل حواليك في الخليقة علشان في واحد بيحب الرب ومدعو من الرب وقف من أجل الخليقة. لو أنت وقفت من أجل بيتك كل الأشياء في بيتك تحصل معا للخير، لكن لو أنت وقفت من أجل الأمة كل حاجة تحصل في الأمة معا من أجل الخير. منظركم مالكمش نفس، فحكررها مرة تاني. لو أنت وقفت من أجل بيتك كل أشياء ستعمل معا للخير. لو الكنيسة وقفت من أجل أمة كل أشياء في الأمة ستعمل معا من أجل الخير. أنا من الأسبوع اللي فات بقول لكم إحنا محتاجين نقف ضد حاجة معينة، فاكرين؟ ضد أي أعمال إرهابية في الزمن اللي جاي في بلدنا أو في المنطقة. أنا بأعيد التنبيه، تتذكرها في البيت، بترفع إيدك على سريرك في أوضتك وأنت بتغسل وشك وأنت لسه ما غسلتش وشك وأنت بتشرب قهوة وأنت لسه ما شربتش قهوة، مجرد لو دي عدت جوه روحك ترفع إيدك: رب أي أعمال إرهابية تفضح. ليه؟ كل الأشياء حواليك تعمل معا للخير. ليه؟ لأنك سالك في الروح، لأن من يفصلك، لأن من سيشتكي، لأن من سيدين، لأن الذي أعطاك ابنه كيف لا يهبك مع ابنه كل شيء. فمن يفصلك؟ فبتقف من أجل ملكوت الرب أن يأتي على الأرض، بتقف من أجل مقاصد الرب. إحنا مدعوين أن نتنقل من تحت الغطاء، لأن الخليقة منتظرة الاستعلان، دول أبناء الرب بترفع من عليهم الغطاء. والغطاء ده سامحني كتير منه حاصل احنا اللي حاطينه فوق نفسينا، حاطين عاملين محدوديات لسنين طويله. جاء وقت الحياه في الروح بتلقائيه، جاء وقت الحياه في الروح بتلقائيه، جاء وقت انك تشرب من الروح كل يوم، تشرب من النهر في الطريق ترفع الراس، جاء وقت انك تشرب، تطلب حكمه تاخد حكمه، تطلب قياده تاخد قياده. جاء الوقت كل ما عرض ليسوع معروض ليك. انا عايز انزل السلالم بس مش هنزلها علشان اخواتي في الكاميرات بيعملوا حاجه. مره تاني هقول الجمله دي: كل ما عرض من السماء ليسوع معروض ليك. يسوع كان في الجسد عشان يوريك شكل حياه ابن وبنت الرب اللي مليانين بالروح القدس. لو انت عايش في الروح كل ما عرض ليسوع معروض ليك: تمييز أرواح، إخراج شياطين، شفاء مرضى، إشباع جموع، كل حاجة للخير، كل ظروف. عارفين يسوع كل ظروفه كانت ماشية كويس؟ تقولي بس الصليب، أقولك آه من عارفه، ده كان في الخطة، الصليب ده كان في الخطة، فما تحطش يعني كل حاجة في الخطة مشيت صح. كل حاجة في الخطة في حياة يسوع مشيت صح. تخيل بقى معايا معروض ليك كل حاجة في الخطة تمشي في حياتك صح، كل أشياء تعمل معا لتتميم القصد اللي على حياتك. جاء الوقت إن الغطاء ده يترفع من علينا ونصدق بإيمان كل ما عرض ليسوع في الروح معروض لينا في الروح باسم يسوع.